في رمضان تنشط الكثير من الفعاليات التي تحكي تراث الشهر الكريم من أكلات شعبية ومناشط ترفيهية، حيث عملت أمانة العاصمة المقدسة على إطلاق فعاليات مهرجان تكي والذي يستمر طيلة أيام الشهر الكريم. ما لا شك فيه أن من واجبات القطاع البلدي هو الشؤون الاجتماعية وتوفير الجو المناسب للمواطنين للترفيه عنهم وإقامة المهرجانات والفعاليات الاجتماعية والوطنية مثل هذا المهرجان الجميل، وبذلك افتتاحة الفرصة للجميع المشاركة وقضاء الوقت في كثير، وأيضا دعم الأسر المنتجة، دعم الشباب السعودي في توفير المواد الغذائية، المنتجات الوطنية وخلافه، وبالتالي هذا جزء من أعمال الأمانة المشاركة الاجتماعية وتوفير الفعاليات للمواطنين. وهناك عدد من المهرجانات إن شاء الله سنقوم بتوفيرها خلال الشهر الكريم وفي أيضا في العيد إن شاء الله. لمكة المكرمة العادات والتقاليد، يحرص الجيل الحالي على التمسك بها والحفاظ عليها وإظهارها للعالم أجمع. المهرجانات يعني بالعكس يعني إحياء للتراث، إحياء للماضي، إحياء نرجع نعيش أجدادنا، ماضي أجدادنا عشان أولادنا وأجيالنا يشوفوا إحنا كيف كنا عايشين، وما تزيل يعني هذه تصير وراثة، يعني ما زالت على مر السنين ما تندفن، المفروض من تصير من أول لأول. يعني تستهدف الفعاليات جميع زوار العاصمة المقدسة من عمار وزوار، حيث أعدت العديد من البرامج التي تتناسب مع قدسية ومكانة مكة المكرمة وشهر رمضان المبارك. أيمن الثبيتي، الإخبارية، مكة المكرمة.